ظلينا قليلين يعني بالمصلحة، قليلين كلش. فظلت من هاي، من اجتنا هاي العباءة، عباءة المكينة، فكسر شغلنا. عباءة المكينة اغلبها لايلون، فالوادم قام على مود الرخص تاخذ. فذاك من ذاك اللي اكو لباسه بعد اللي حد الان تلبس مغزل، يعني ما تلبس هاي العباءه، يعني عندهم مثل اللي يستكفوها عيب انه هاي لايلون. شيخ زايد ما يلبس الا العباءه النجفيه، يعني حتى اللي الامراء ما يلبسوها غير بس هم كانوا، وما يلبس غير العباءه النجفيه، عشان يدز العباءه وياخذ من عندهم دائما، يودي هدايا من الكويت من السعوديه الخليج كله كان ياخذ عباءه نجفيه. ابدا العبايه اللي غير النجفيه ما البسها، يعني انا احتاط البصره اجي اخذ عده عبايه، ياخذ يمكن النجف اجي النجف اخذ، احتاط بغداد واحتاج العبايه اجي اجي ما اروح غير ان شاء الله. فالعبايه النجفيه تختلف عن العبايه الباقيه يعني كنوعيه وكلبس.